أترى ذلك؟ هذا المحل وكل الهابي هاي زي دبابي هاي إصلاحاتك يا بشار. إذا موجود إرهابيين الدولة هي الإرهاب، وإذا موجود عصابات الدولة هي العصابات. إذا وجد إرهابيين واللي بدعم الإرهابيين الأمريكان والروس كلهم والأيرانيين وحزب الشيطان هو إرهابي أصلاً، هو هو عم يدعم النظام الإرهابي. إحنا ما نحن إرهابيين، إحنا شعب مسالم، إحنا شعب مسالم ومنحب السلم، ما منحب الحروب. إحنا ما نقتل حدا في ولا معنا سلاح نقتل حدا أصلاً، إحنا مسالمين. بس النظام هو اللي عم يضرب الشعب، النظام هو اللي عم يضرب الشعب وأعوانه والتابع له، ودول العربية السافية على النظام هي أصلاً هي مثل النظام. هذا رشاش دشكا تم تدميره بالكامل. رشاش دشكا تم تدميره بالكامل. اليوم هيك بيزيعوها على الأخبار السوري.